النبي قدما تقول أيها النبي أهدى بقلبي حب النبي قدما تقول أيها النبي كرمتم نداما لمدح النبي فقلت ابتداء أيها النبي أتانا إلى الخير أزمائنا فقلنا جميعا أيها النبي لا إله إلا الله 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 إلهي نسيئة ترشغل بها تقبل بها إن تقبلي فقصر إلى باب الكريم وقف به مستعطفا لنواله وتذللي ولتعتقف بتقى ما تدعي وإذا عزمت على الإله توكلي واذكر بقلبك حاضرا ومراغبا والله يغيب وكيل عليه وأولي ولتبتغي أيضا إليه وسيلة لوصوله ما خاب من يتوسل إلى الله وسيلة دواء لا من الهادي فبالهادي توصل واسألي حب المحيي واتباع المصطفى إن تعتبئه يحبك المولى الألي ومن الوسائل واحد مما يبتغى شيخ يوسل فاتصل بالأكمل بالبازخ المختوم والقطب الذي سترى الإله مقام وهو توسلي بالأحمد وسما سما وطريقة خلقا وخلقا واختتام منزلي قطب الوجود رهائنا دورانها وألام مد الأولياء وأسجلي منه استمد ذو الفدائل كل ما نالوا من الفجر العظيم لأجزلي فلما استمد به فليس لآرف علم به قد فات علم الكملي لدخوله من باب مقدع حضرة المختار لم يشعر به من مرسلي إذ خاصه الهادي بمشرب فأده لذ فاده للأنبياء الهدلي ولكم أبيها بليت أخوة وبنوة المختار على منزلي ومزية للعلم ليس مساهما للأنبياء بها ولا للمرسل فتكون في المبدول لم يبلغ بها لمقام أعلى لا يرام للأفجل هذا رسول الله ثم كريمه طلب التعلم عند ذي القدر الولي إن شئت فالتم وإن تنتهج نهجا اللئين وهز به فلتخذلي ما نال
إلا ضارته لما أبى أمر شفته هزدا لآدم لم تدي ما دار آدم أن لهازده أبا وأتاه مولاه لدى بدفع الدلي وكلا حماية فلا يدرك إن خفى نهج الهداية أم بسيلة الذي وحباك رب مقى وختم الأولياء براثة نقلي الختام عبدني وإن ابتلاك بما ابتلى خلساءه بل ترتقي على المقام وتأتلي ولينجلي سر إلى بدء إرثها وقد ابتلى المختار نعم المبتلي يوما ما صحاني للدار من السلام ختير عن يسلى ذهيب ليصطلي وإلى رموت بما رموا حسدا فقد منى الإله وسيلتي فردني الله يفارقك النبي بلا عاده فتقول عن اذني الرسول وتفعلي هذا مقامك والذي وهب الاولى لك رؤيتي حسبي لانت معولي ولتنتهي كل المطالب والمنى ببلوغه وبلغته بتفضل ان انك قد عمل بسائر منه وجهة البسيرة من خصوص الكمل فرأوك كشفا كالتشيج أحمد ولنا البشارة لنا من خبر الولي وكفى كما أرد النبي مباشرا لك بالبلوغ له إذا وسينجلي ورأى ملك أعيان بأعين أعين عين الهيود تفي من هذا الحدي نظرت قلوب بطباعك واصطفت وسفعت به أرفعت به ما تجهلي ورآك أخرى باحتقار هذه تسلى به نار القضيئة تستلي ذهبت أبا لهب برؤيته لمن لك إرثه بيتيم أم الأكمل حب ذاتك للأولى وببعدها أبطال علي للأسفل فبحق من أقعد منه نبوة ووراثة سرا أسين وابذل فلأنت جمع الفرق مظهر ذاته فلأنت فرق الجمع فسد المجمل شعر عظيم أنت فرد زمانه ولك والتسر في شؤون وتنجلي مع كل فرق بسؤون إلى أولى توتي لكل حقه وتوسلي لو غبت عن هذا لتن علما وقد بطل المراد بدال خير من مرسلي هو قاسم الأرزاق والمؤد إلى ربي وأنت خليفة للأبدل حكم الإله بأن ظاهر أرضه لم يخل من قدب له نظر العلي فينوب عن خير الورى ببساطة يهمي الوجود بها وولاك الغلي سبقت مشيئته بأن قيوده تجري على هذا المقام وتنزلي في كل عصر مستمد يمدهم وبطابع الهرمان من بيد الغلي طبع على من هو الله موردا مستغنيا بالأولياء الأولي ولأنت من فاضت عليه فيوده يا ويه من والله وقبل يقبلي ولأنت باب الله باب أبيك من رحم الدخول بغيره لم يدخلي أنت أبي أبو الأباس أحمد ذاته حسبي لأنت مؤولي قد قال أنت أنا ولست خليفتي وأنا لأنت ولا لأصدق مقولي
الأول وأخذت أنصابها ووضعت في يمنى النبي وفي جماد الأول يمنى كباسل بيئة الله التي هي بيئة المختار مس المنزل أبويت كنت مواصلا كالإذن سرا للرسالة لي فتجدد الدين قويم بدعوة لله منك بدا بها نفع الجليل فبذاك صح لك فانتساب باطل فسرى بسرك سر وتنزلي فحويت علما شريعة غامدا ومفاصلا من علمها والمجمل وجمعت من علم الحقيقة مجملا تفسيره على لكل مباسل ووردت سرا في أبي بكر وقر ومقام قربانية لك من علي ووردت من حسن الخصال مراتبا عن جادك المختار أبدا المرسلي وعلى تفنن وصفيك بحسنها لا تنقضي دون الزمان بمقولي ولقات جل أنيق هذه صفاتكم لكنه داب مهب وإن لي علما لأنك نبيلك إسرفة فقبيل وسامي جنتي ومعملي كل المكاره من يريد لدافها فببابكم حسني أماني أنزلي وكذا المعارب من يروم لنائدها فليمتز القول الشريف للأمثلي وكذا المعارب من يروم لنائدها فليمتز القول الشريف لنمثلي الرمد ليل مع بظلم الأكمل فاقضي بفاتفة باب المقفل الرمد ليل مع بظلم الأكمل فانزل بفاتفة باب المقفل الرمد ليل مع بظلم الأكمل فانزل بفاتفة باب المقفل لا إله إلا الله 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 لا حج بقلبي حب النبي فدمع تقول يا النبي أهجى بقلبي حب النبي فدمع تقول أيها النبي فرمتم نظاما لمدح النبي فقلت ابتداء